أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية تحسين إظهار المحتوى العربي في متصفحات فايرفوكس، كروميوم وجوجل كروم. في أي موقع، مصمم الموقع هو الذي يقرر ما هي الخطوط الافتراضية المستعملة في موقعه، أي بأي خط سيظهر محتوى ذاك الموقع، وعموما ما تكون هذه الخطوات من الخطوات الشائعة. على توزيعة أوبونتو يمكن تثبيت أهم الخطوط الشائعة سواء على أنظمة الويندوز أو لينكس بتثبيت الحزمة أوبونتو Restricted Extra، هي تحتوي إضافة إلى كوديكات صوت الفيديو وفلاش، تحتوي أيضا على أهم الخطوط الشائعة. لكن ماذا لو كانت اختيارات ذاك المصمم غير جيدة أو غير جميلة بالنسبة للخطوط أو المحتوى العربي؟ في هذه الحالة يمكننا نحن أيضا كمستخدمين التحكم في الخطوط التي تظهر بها المواقع. لذلك في متصفح فايرفوكس ننتقل إلى تحرير التفضيلات، ومنها في لسان المحتوى، هنا في المحتوى نختار الخطوط والألوان، هنا نضغط على متقدم. في النافذة التي ستظهر لنا سنغير إعدادات الخطوط لتكون مناسبة للمحتوى العربي. إذن هنا نختار عربي في خطوط، نختار عربي، وفي هذين الخيارين هنا نختار خط عربي. في الدرس الثالث من هذه السلسلة قدمت كيفية إضافة خطوط عربية على توزيعة أوبونتو. إذن هنا نختار خطوط عربية، يمكننا أن نتحكم أيضا في حجمها من هنا. وأهم مناولة يجب أن نقوم بها هنا هي إزالة التفعيل عن هذا الخيار هنا، السماح للصفحات باستعمال خطوطها الخاصة. إذن هنا نقول للمتصفح أنه يجب عليك استخدام هذه الخطوط بدل الخطوط التي استخدمها أو التي اختارها مصمم الموقع. بعد ذلك نضغط على موافق. لاحظ هنا مثلا الفرق في المجمع بعد أن أضغط على موافق. إذن هنا تتغير الخطوط للخطوط التي اخترتها. إذن هذا في برنامج فايرفوكس. في برنامج كروميوم يمكن أيضا التحكم في الخطوط عن طريق الدخول إلى تعديل التفضيلات أو الضغط على هذا الزر هنا. بعد ذلك ننتقل إلى الخيارات المتقدمة في النافذة التي ستظهر لنا. فعلا هنا الخيارات المتقدمة، ومن الخيارات المتقدمة هنا نختار على تخصيص أو نضغط على تخصيص الخطوط. هنا يمكننا اختيار الخطوط التي نريد أن يظهر بها محتوى المواقع، وأيضا التحكم في حجمها سواء كان صغير أو كبير. على متصفح جوجل كروم نفس الشيء، لأن كروميوم وجوجل كروم كروميوم هما أو جوجل كروم هما تقريبا نفس المتصفحات باستثناء بعض الإضافات الموجودة على متصفح جوجل كروم. إذا نفس الشيء بالنسبة لجوجل كروم، تخصيص الخطوط من الإعدادات المتقدمة، وهنا نختار الخطوط التي نريد فيكون المحتوى العربي أو الموقع الذي به محتوى عربي يظهر بشكل جميل. إذا كان هذا درس كيفية تحسين الخطوط على متصفحات الإنترنت في توزيعة أوبونتو 12.04. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.